بحوالي 13 تريليون دولار في الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035. يعني ده في المستقبل القريب جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا التكنولوجيا يعني ما نقدرش نقول مستقبل، لان هي فعلا حاضر بنعيشه. ازاي التقدم التكنولوجي يحقق نمو اقتصادي؟ مؤكد التكنولوجيا الحديثة بتضيف الكثير، مش بس بالنسبة للمواطن في استخدامه الشخصي او الاستخدام المنزلي والعائلي، لكن الاكثر اهمية في الاستخدام المؤسسي. مؤكد معظم او ان لم يكن كل مؤسساتنا الانتاجيه الحقيقه بتعتمد على تكنولوجيا، لانه حاليا احنا بنتكلم على معدات وخطوط انتاج، كل ده الحقيقه بيستخدم بتكنولوجيا عاليه. ومؤكد كل تطور بيحدث في قطاع الاتصالات التكنولوجيا معلومات، مؤكد انه بيضيف للانتاجيه، بيضيف لمعدل النمو الاقتصادي، بيجعل المؤسسات اكثر قدره على خدمه عملائها، ودي الحقيقه مساله مهمه جدا، ويمكن المؤسسات من ان تتوسع وتزيد من قاعده عملائها. مؤكد انه تطور المجال التكنولوجي وفي مجال الاتصالات على وجه التحديد ودخول تكنولوجيا الجيل الخامس بالتاكيد وفر كتير. واتصور انه المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، ليست متاخره عن باقي دول العالم. احنا الحقيقه لدينا ما يتجاوز 30 مليون مواطن حاليا بيستخدموا الجيل الخامس من التطور التكنولوجي. ودي الحقيقه مساله مهمه، واتصور انه في توجه لدى حكومات الدول وخاصه الدول العربيه الحقيقه في انها تزيد من هذا الامر. بنشوف هذا الامر في مصر، في الامارات، في السعوديه. الحقيقه دي مساله مهمه جدا انه يكون دول المنطقه لا تتاخر كثيرا عما هو متبع ومطبق في الدول الاكثر تكنولوجيا على مستوى الدول. طيب دكتور هشام، يعني عباره السيستم واقع، هل ستختفي مع تعميم شبكات الجيل الخامس وصولها لكل يعني افرع يعني وروافد الاقتصاد المصري؟ خلينا نشير لفكره السيستم الواقع دي، قد يكون سببها اكثر من امر. مش بس التكنولوجيا، لكن كمان القائمين على تطبيق وتنفيذ التكنولوجيا بالتاكيد كمان بيبقى ليهم دور كبير في هذا الامر. وخلينا نشير ايضا الى انه مهم جدا انه اي مؤسسه لا تتوسع في قاعده عملائها ولا تتوسع في القاعده الانتاجيه الا اذا كان البيت مجهز داخليا. وده هي مساله مهمه جدا، انه الحقيقه بنشوف العديد من المؤسسات بتسعى انها تتوسع وتزيد قاعده عملائها قبل ما تبتدي تتحرك في اتجاه التطور التكنولوجي اللي يخدم هذه القاعده من العملاء. طب ازاي دكتور بيتم تعظيم الاستثمار، خليني اقول، في مجال التكنولوجيا يعني وشبكات الجيل الخامس؟ الحقيقه المؤسسات بتنفق الكثير، وخاصه المؤسسات اللي بتهتم بعلاقتها مع العملاء، الحقيقه دي بتنفق الكثير. ويمكن اشيد في هذا الامر بالقطاع المصرفي. الحقيقه البنوك في اطار المنافسه العاليه الحقيقه يمكن من اكثر المؤسسات اللي بتسعى انها تنفق الكثير على الاي فاينانس. النهارده حاجه يعني ما حدش يقدر يعني ما يستخدمهاش في حياته اليوميه دلوقتي. صحيح، لانه كمان الحقيقه البنوك ما اقدرش اقول انها صفت المحليه، لانها الحقيقه بتتعامل مع البنوك الدوليه، وبالتالي لازم يكون التعامل على ذات القدر، ولا يصح ولا يليق انه البنوك في الداخل تتاخر. وعشان كده احنا بنقول انه يمكن المنافسه في القطاع المصرفي هي اللي خلت الحقيقه البنوك مش بس اختيار، لكن اجبار انها تتجه لمزيد من الانفاق. دكتور هشام حضرتك معايا؟ لانه الحقيقه السيستم عشان نامنه الحقيقه بيستغرق فتره زمنيه وبياخد تكلفه كبيره، ومهم جدا انه يكون كافه المؤسسات اللي بتتعامل مع العملاء اللي لديها رغبه في ان تزيد من قدر حرفيتها في التعامل مع العملاء انها تنفق الكثير على التطور التكنولوجي، لان هو ده الحقيقه مش بس ان هو ده المستقبل، لكن هو ده التحدي، لانه ما فيش مؤسسه ممكن انها تنافس داخليا حتى الا اذا كان التطور التكنولوجي اساسي، لانه المواطن اصبح لديه المعلومه والمعرفه وبيتعامل مع مؤسسات اخرى، وبالتالي اي مؤسسه لن تتجه في اطار مزيد من التطور التكنولوجي تتصور انها هتخرج خارج السياق. طيب دكتور، يعني بخلاف الاستخدامات الاقتصاديه واستخدامات
المصرفية واستخدام الجيمنج حتى بالنسبة للتينيجرز أو المراهقين، إيه اللي ممكن يفيدنا في الجيل الخامس؟ ده الحقيقة سؤال مهم جدا، لأنه التكنولوجي زي ما لها مزايا وفوائد أيضا لها مساوئ، ومهم جدا يكون لدينا القدر العالي من الثقافة والتوعية علشان نحافظ على مش بس الجيل الصغير، لكن كمان الحقيقة بنشوف ممارسات سلبية حتى من الكبار، لأنه الحقيقة التكنولوجي في بعض الفترات بتضيع الوقت أكثر مما تحافظ عليه. ومن هنا الحقيقة نشدد على فكرة مزيد من الوعي، مزيد من نشر الثقافة، إنه نستفيد من التكنولوجي وتطوره، مش إن احنا نضيع وقتنا ونضيع مواجدنا. فالحقيقة دي مسألة مهمة جدا، وأتصور هذا الأمر محتاجين مزيد من الإعلام إنه يلعب دور، محتاجين المدرسة، محتاجين الجامعة. دي الحقيقة مسألة مهمة، لكن هيظل داخل الأسرة الواحدة كمان مهم إن يكون التوعية من الشخص اللي فاهم إلى أي مدى التطور التكنولوجي بيضيف الكثير وبيجعل المواطن صحيح. أكثر تنافسية، لأن إحنا الحقيقة مش بنشتغل لوحدنا، إحنا في سباق على المستوى الدولي، وزي ما الدول واقتصادياتها بتتنافس فيما بينها، كمان المواطن في أي دولة بيتنافس مع مواطن في الدول الأخرى، مهم إنه لا يتخلف عن التطور. صحيح صحيح، بنشكرك يا دكتور، دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. يعني مستمرين في الحديث عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وفي اهتمام كبير جدا بيحصل في الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة جدا، خصوصا تطبيقات الخرائط المتطورة